ما دام سافرت ما ترجعش تاني. دي رسالة إبراهيم سعيد لمحمد صلاح بعد قرار ليفربول بعودة اللاعب لإنجلترا لتلقي العلاج من المزق اللي عنده في العضلة الخلفية أو الشد اللي عنده في العضلة الخلفية اللي ما يستدعيش أصلا السفر ويتعالج في أي مركز شباب في كوت ديفوار. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناتي الأهلاوية على اليوتيوب. إبراهيم سعيد امبارح كان مستضيفه مدحت شلبي على قناة ام بي سي مصر، وقرر ان هو يوجه رسالة قوية ونارية لمحمد صلاح. ما دام انت قررت ان انت تسافر، ما ترجعش بقى وتاخد اللقطة وتاخد مجهود زمايلك لما توصل للنهائي، فبالتالي ما تجيش وتدي ايحاء للاخرين او تدي ايحاء للناس في انجلترا ان انت اللي جبت البطولة او ان انت شاركت في البطولة. يعني ان شاء الله لما يوصل منتخبنا للنهائي باذن الله. كلام كتير قاله ابراهيم سعيد في فيديو قصير مكير، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد قال ايه، ابراهيم سعيد قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل مع بعض. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش دعمكم مهم، اللايك والشير اهم حاجه في انجاح الفيديو، فما ما تبخلش علينا في لايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعد قال ايه لمحمد صلاح ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. كابتن طبعا ابراهيم طلب في الفاصل قال لي انا عايز اتكلم في موضوع صلاح، اتفضل. اولا بص يا كابتن، يعني الموضوع طبعا سيد الحمد لله، اولا ببارك للشعب المصري وكنا نتمنى ان نفوز، لان الفوز ده كان هيدينا طبعا دافع معنوي ورايح بحقك بقى وطالع بشكل كويس وهيديك دافع، وخصوصا كمان النهارده لعيبه المنتخب بصراحه ما حدش قصر، وزي ما اتكلمنا ان احنا عندنا مشاكل دفاعيه. نعم. كابتن منتخب مصر دي مش سهله يا كابتن مات. كابتن منتخب مصر ده من الاخر اول واحد، يعني حتى لو النادي بتاعي كلمني وقال لي تعالى هو اول واحد لازم يبقى موجود. كابتن منتخب مصر ما ينفعش ان هو يسافر ويتقال لو وصلت نهائي او قبل النهائي هنجيبه لكم. يعني مثال كده بسيط، يعني انا تعبان وبتمرن وبصحى الصبح وبتمرن واللعيبه مجتهده وبتموت نفسها عشان توصل نهائي، في الاخر كابتن محمد صلاح يجي على الجاهز وهو قاعد في الناديه بيخش مش بقى. يعني مش هيقدر يلعب. طب ومجهود اللعيبه دي؟ انت تقصد وجوده كان مهم للاعب. انا هتكلم كلاعب كوره. طيب هتكلم كلاعب كوره، واحد مجتهد وبصحى الصبح ومخلص لمنتخبي وبقاتل ومركز واللعيبه الروح بتاعتها اللي موجوده دي في الاخر مع احترامي، عشان محمد صلاح مثلا محترف، محمد صلاح معروف ان هو افضل محترف في تاريخ مصر وافضل لاعب في تاريخ مصر قبل وبعد. صح. دي حاجه صعب ان يجي زيه، دي حاجه عدانا كلنا وعدى الاجيال اللي قبلنا من ساعه ما الكره المصريه اتعملت، هو كابتن محمد صلاح عدانا كلنا، هو الاسطوره. بس انا هتكلم في حته معنويه للعيبه، انا واحد من الناس كلاعيبه احسها، انا دلوقتي بجتهد النهارده، اللعيبه اجتهدت النهارده ما كانش فيه توفيق، بس الروح اللي موجوده للعيبه جامده جدا، ظهرت. ظهر ان اللعيبه دي بتموت نفسها، عشان كده ربنا كافئهم على فكره النهارده. ممكن تخرج بس هو مكافاه من ربنا، ربنا كرمنا بموزمبيق في نجاح، هو ليه توفيق من عند ربنا عشان هم اللعيبه النهارده اجتهد. فما ينفعش ان انا معلش اسافر واقعد كابتن اتعالج واقعد براحتي وفي الاخر ارجع جاهز. يا بس خلي بالك من حاجه، مصطفى محمد كابتن علي لما جاب الجول انا فهمت وجهه نظرك طبعا، وصلت للناس، رفع التيشيرت بتاع مصطفى محمد بتاع صلاح، محمد صلاح، دي معناها تفسرها انت بايه؟ هل بيدافع عن محمد صلاح تجاه الراي العام اللي كان ضده الفتره اللي فاتت، ولا بيعبر له عن حبه، ولا ايه وجهه نظرك؟ انا اسف بس الناس نفسها تفرح بالطوله مع محمد صلاح. طب هو ده واجب على ابراهيم ولم يحدث من يعني حتى الان بس قالوا قال هل كانت تتوقع ابراهيم؟ بس الكلام متضارب في التصريحات. يعني حتى وكيل اعماله النهارده رامي قال لك 21 يوم وفي 28 يوم. التصريحات متضاربه، هو رامي اساسا مش دكتور يعني، بس ما برضه التصريحات دي بتعمل احتقان شويه للجمهور، خصوصا كمان انت في الفتره الاخيره بالظبط الكلام على صلاح احنا مش عارفين، والباين كمان ان طلع من ليفربول، يعني مستر يورجن كلوب اتكلم قبل ما اتحاد الكوره، قبل ما اتحاد الكوره دي مش هتتقال برضه، من ده ما يصحش اتحاد الكوره منتخب مصر شانها اكتر من كده، منتخب مصر واحد يجي مدير فني ياخدني وانا في المنتخب مهمه قوميه؟ لا ما ينفعش، هو اخذ طياره خاصه عموما وتوكل على الله يوصل بالف سلامه صراحه يا كابتن. انا ضد دي، انا كنت اتمنى، لان محمد صلاح كابتن منتخب كنت اتمنى ان هو يرفض ان هو يسافر ويقعد مع اللعيبه. هو امبارح كان الكابتن جدو والكابتن شوقي هنا، فالكابتن جدو قال بعد الراي العام المصري الشديد في الموضوع ده ربما يغير قراره. المفروض والله انا قلت له لا مش هيحصل، يعني هو هيسافر، هو ربنا يوفقه ان شاء الله ويوفق المنتخب، ممكن يبقى لاعب مباراه قويه بالروح طبعا الروح. ممكن اقول حاجه؟ اتمنى لو اللعيبه دي فعلا قاتلوا ووصلوا لابن محمد صلاح ما يجيش. ده عدل ربنا. طيب والله ده عدل ربنا في الكوره يا كابتن، ان انا اجتهدت وتعبت انا اللي اتحمل اكمل الطريق لوحدي. صحيح. طيب كابتن ابراهيم النهارده اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا ناس كتير من درويش
محمد صلاح مش هيعجبهم الكلام اللي بيقوله ابراهيم سعيد، بس هو ده الواقع وهو ده المنطق وهو ده الطبيعي وهو ده الاصول. انت ما شاركتش في بناء مكان ما تستحقش التواجد فيه. ما دام انت ما شلتش بعرقك وبجدك مع اخواتك اللي عملوا وحفروا في الصخر علشان يوصلوا للنهائي، ان شاء الله ربنا يكتب لنا نوصل للنهائي، فما ينفعش ان انت تجيني قبل البطولة بماتش وتقول انا خلاص انا خفيت انا هشارك معاكم. لا، ما ينفعش تاخد الكريزة بتاعت التورتاية وتنسبها لنفسك وتقول انا اللي حطيتها وانا اللي عملتها. ما ينفعش. خلاص، النادي منتخب مصر منتخب يعني في عيوب، في مشاكل، فيتوريا عليه علامات استفهام، ولكن دفاع مصر عليه مشاكل، حراسة المرمى عليها مشاكل، محمد الشناوي مش في حالته، محمد الشناوي خارج الفورمة، محمد الشناوي مش في تركيزه، وكأنه جابوه من الدار للنار قالوا له تعالى ده في بطولة، ولكن هو أصيب في بعض الأبواق الإعلامية القذرة بتدعي ان محمد الشناوي هرب مع انه هو وقع على كتفه واتعور واتصاب. لا يهرب، هيهرب اخر دقيقة يعني؟ حتى دماغ مفيش وعقل مفيش. ولكن خلينا في ابراهيم سعيد ومحمد صلاح. محمد صلاح رصيده من الحب في لدى قلوب جماهير الكرة المصرية بنسبة 90% نفس. لسه في بعض المريدين له والناس اللي بيطبلوا له والناس اللي بيحبوه، كل الاحترام ليهم. انت رأيك انت حر، طبل له وارقص له وقول اللي انت عايز تقوله، لكن محمد صلاح هرب من المنتخب. والدليل على كده، هل الشد او المز يستدعي ان هو يروح انجلترا علشان يخف؟ ما هو قاله اسبوعه هيخف، بعد كده قالك لا ده 21 يوم، بعد كده قالك لا ده الاصابة خطيرة ولا تحتمل. تحتمل ايه؟ ده ابراهيم سعيد على في البرنامج بتاعه في بلاس 90 جاب الرياكشنات بتاعت محمد صلاح وهو بيتنطط على الخط وقاعد كده وتاني رجله. لا ده مش واحد عنده مزق خالص، ده الناس الطبيعية ما تعملش الحركات اللي عملها صلاح دي، ما بالك بواحد اصلا عنده مزق. فالكلام ده كلام يعني خارج المنطق وخارج التفكير. ولكن في النهاية منتخبنا تأهل بثلاث نقاط. بنشكر المنتخب الموزمبيقي، يعني كتر خيرهم، لولاهم بعد ربنا كان زماننا دلوقتي بنغني ظلموه عمالين نقطع في ده وده وده، والاعلام الزملكاوي داخل يقول لك بقى شفتوا ادي الدوري الفاسد، ادي الدوري الذي لا يؤهل الى شيء، عرفتوا ليه النادي الاهلي بياخد البطولات؟ عشان الدوري ضعيف، علشان المنتخب مش عارف فيه مجامله، على الرغم ان اصلا كل المجاملات يعني اصلا صلاح يعني ايه المردود اللي اداه للمنتخب؟ طب النني ايه المردود اللي اداه للمنتخب؟ الكوارث اللي بيعملها حجازي كوارث رياضيه، كوارث دفاعيه، يعني حاجه غريبه. والدليل على كده شوف فريقه في الدوري السعودي عامل ايه، عمال يتضرب من ده وتلطش في ده وتضرب من ده وتلطش في ده، هزيمه بثلاثه وهزيمه باربعه وهزيمه بخمسه وهزيمه باثنين وهزيمه بثلاثه وهزيمه باربعه. ايه ده؟ لا يبقى في خلل هنا. يبقى ازاي انت تجيب حجازي وحجازي عليه علامه استفهام؟ انني لا مستواه ولا سنه ولا اي شيء يأهله، حتى لو انت مغير مركزه هو ضايع. محمد صلاح مجامله، في لعيبه كتير، علي جبر مجامله، في لعيبه كتير متاخده مجامله، ولكن في النهايه ده منتخبنا وهنقف وراه وهن ايه هنسنده. لكن الرساله اللي وجهها ابراهيم سعيد يعني ده مطلب من كثير من الجماهير المصرية، ما دام يا صلاح اخترت ان انت تسافر ما ترجعش غير بعد البطولة او تجمع المنتخب القادم باذن الله. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمة الاهلاوية تدعمونا بلايك وشير للفيديو، اول مرة تشوفوني اول مرة تخش قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناة كل الاهلاوية الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.